FM. الكل ملك. نحكيه على مسلسل نعورة الهوية على الوطنية الأولى وكمل تصوير متاع المسلسل. دونك دخلت مرحلة المونتاج ولا مازال يتصور؟ لا مازال يتصور. أنا كملت شخصيتي الديكور اللي تابعين الشخصية السين متاعك معناتها. فوالا والمسلسل مازال قاعد يتصور. شفناك هكا بريجوجي بريجوجي ندخل في الأطوار متاع الشخصية. شفناك الشليغ متاع الباندي الفوتو ولبس دينجري معناتها هذيك هي الشخصية اللي نستناو فيها في رمضان شخصية الباندي. اي هو ما بعدش ياسر معناتها هكاك من لبسته ظاهر الشخصية مش بخميغ فيو نجم نقوله. اي هو نجم تقول السعلوك متاع الحي ما عندوش ذوابت ما عندوش قيم معناتها الانسان حقيقة يعيش على هامش المجتمع معناتها ما عنده حتى مكان في المجتمع. هو الشخصية تكتبت باش نعالج الظواهر هذه الموجودة في الحوم الكل في معناتها ما هيش باش تكون شخصية ميتافيزيقية شخصية واقعية اللي نجم يعرضك في كل حي في كل وقت في كل بلاسة الناس اللي ما تخدمش ما تفسد المشهد معناتها فهمتني. هذا لمحة شوية على الشخصية معناتها هي باش تكون شخصية سلبية بأتم معنى الكلمة معناتها اللي ما تنجمش تتعاطف معاه ما تنجمش تحبه ما تنجم كان تحارب الشخصية. أي يلزم يتكره باش يتعالج الظواهر هذه تتعالج في المجتمع الناس اللي عالة على الحياة معناتها أصلا. علاش ديما شخصية مكروهة عاطف بن حسين ديما نكرهوك في الشخصية بتاعك علي يا أخوي نحبوك مرة في الشخصية. أي مش فلكش في ما في هكا دور طيب هكا كيما قالت أمي وقتش نشوفك تمثل تمثل وليد باهي وهز كرتاب علاش الانحراف الفني درامي. والله سؤال مهم علاش هو ما نعرفش يمكن جو سي با والله ما عندي حتى تفسير كيكا جيل المخرج السيناريست هو المسؤول ولا انت مسؤول خاطر انت تختار؟ لا ما نختارش مش كنت اختيار مش متروحه في تونس ما فماش اختيار نص ولا اثنين هما اي ما فماش اختيار كبير في تونس اللي عندك خمسه ولا سته سيناريوهات ولا لا هذا ما نمثلوش هذا ما نمثلوش هذا كذا مش معناتها انا لو كان ما عجبتنيش الشخصيه ما نقبلش مستحيل معناتها مستحيل اما هي بالحق شخصيه رغم سلبيتها وكذا ما شخصيه انا تتيح لي الفرصه باش نخدم باش نوري امكانياتي باش نتعامل مع شخصيه من بعيد لبعيد ماهيش ما تعني لي حتى شيء معناتها الشخصيات اللي اديتهم ما عندهمش قرابه مني ولا يشبهوا لي ولا باش نولي خايف نقول ماهيش مشكله هذا تمثيل وكذب ومعناتها كذب باهي مش كذب الخايب اللي انسان متفرج يصدقك في الشخصيه هذيك ما يعرف اللي انت مش هكاك معناتها. دونك انت برمي ممثلين معناتها الاشرار نجم نقولوا معناتها في تونس في القائمه معناتها في ادوار في مخ المخرجين والسيناريست نقول لك عاطف بن حسين حتى كان في ادوار مكروهة شخصية سلبية شخصية العنيفة العربية ميسالش اختصاص باهي مش خايب بعد الشخصيات اللي في العالم ضربت والناس حبتها ومعتها حبتها راهو المتفرج لا شعوريا يعجب أداء الممثل مش الشخصية معتها هذه نيونس اللي ما نحكيوش فيها برشا يعرف أنه الشخصية ذيك مش بالحق يعرف أنه معتها لا سعد يصدقوها الحكاية فما لا يصدقوه يتمهاو هذيك عادي المتفرج يتمهى انا بيدي ساعات ولا انت ولا نتفرجوا في فيلم تجد تتمهى مع الشخصيه هذيك تعجبك اما اللي يعجبك اكثر هو اداء معناتها كلنا الناس الكل تحب الباتشينو الممثل رغم اللي هو ادى اكبر ادوار الشر معناتها من البارا وانت طالع معناتها اما ما نجم حتى حد ينكر قيمه ممثل الباتشينو ولا حتى في مصر عندنا ممثلين كبار نحبوهم كيما توفيق الذقن ولا حتى احمد زكي اللي قدم ادوار الشر ما هو ممثلين كبار ونحبوهم وناس طيبين والميليجي في مصر والميليجي كيف كيف معناتها قمم هذه في الاداء التمثيلي. كل مره عندي اسم تقول لي شبه لي ولا مشبه ليش في الشخصيه علي شورب شبه لي كله لا في الشخصية عورة الهواء لا 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 عمر بزور لا 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 بيه عنتر بن شداد
لا لا بعيد جملة. شي جيفارا. لا لا شبه العطف بن حسين. شي جيفارا. شي جيفارا يمكن يعني. أبو شهاب تاع باب الحارة. والله ما تبعتوش باب الحارة ما نعرفوش. أبو شهاب إيجابي مش سلبي الدورة متاعه. ما هو معناتها العربيد متاع الحارة متاعه. لا لا إبراهيم القساس. اي شويه في التبلبيز اي بلباز اي بلبز زكاك اي ليش الغنوش. لا لا بعيد بعيد بعيد. فتحي الهداوي بارتنير. فتحي الهداوي في المسلسل معناتها نخدموا بعضنا. اي اما الشخصيه نتاعك في المسلسل. لا في المسلسل. لا 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 بعيده لا بعيده لا بعيده. انا تخيلت شويه عصفور سطح وامتداد دور نتاع فتح الهداوي في عصفور سطح. اي اي الباندي ولبس دقري دنجري. لا مش هكاك. لا مش هكاك. هذايا باندي ومش باندي زاد باندي. اما صعلوك اكثر منه باندي معناتها ماهوش ينجم يكون لاش في دي مومون معناتها ماهوش كل الباندي اللي عنده كلمه في الحومه. لا لا باندي اكل اكل تتجنبوا اكل تقول خفوك عليا منه معناتها ما نقربوش احسن فهمت. مش اكل باندي تو سميت لي علي شورب مثلا الباندي زعما اللي محبوب عامل اسطوره وعنده نوع من القيم زعما حتى كي نجبدوه نقولوا علي شورب كان يعمل. لا هذا شخصيه كل ماذا بيك ما تحكيش عليه حتى. فما في سياسي في المسلسل ولا اجتماعي فما فما اكيد احكي اطوار سياسيه ما في البلاد. لا اطوار سياسيه ديريكت لا ما لا 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 ما عنده حتى علاقه بالديجا. هو يحكي على احداث 2010 الثوره. خاطر احنا بعد الثوره نحكي برشا ديريكت ما انت في المسلسلات نتاعنا الدراما. ما هو هذاك تسيب نوع من التسيب. شويه سطحيه موجوده في المسلسلات. اي ما هو فما الفن مظاهرات ودر شنو الحكومه تاعها والنظام تاعها ودر شنو. ما هو هذاك ديريكت الجانب التوثيقي في الدراما معناتها يحب اسهل حاجه انه يمشي الاحداث صارت بالحق ويعاودها ويعاودها ويكررها اسهل حاجه. ما هو السؤال الصعيب اليوم في الفن كيفاش نعملوا فن في ظل بين ظفرين الحريه هذه اللي هي فيها برشا تسيب زاد فهمت. كابا فن الكلمه ليك.